سيد إسلام، مين البنوتة اللي معك؟ هاي بنتك ما شاء الله. لا دكتور، هاي مو بنتي، هاي مرتي. العفو العفو سيد إسلام، المنظر بغش، تخيلتها بنت صغيرة. وهو هيك دكتور، عمرها 9 سنين. شو؟ شو اشبك هيك انصدم الدكتور؟ العمى بقلبك العمى، متزوج وحدة عمرها 9 سنين؟ ولك يا بني آدم هاي طفلة. دكتور ضروري تحكي قدامها، يعني رح اشرح لك حكم زواج الصغيرة والتمتع بها بغير جلسة، بس هلأ قصدينك في مسألة غير دكتور. خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ المشكلة يا دكتور انه الحرمة تعبانة نفسيا وجسديا. طفلة وتزوجها واحد مجنون، شو بدك تكون النتيجة يعني؟ ايه علينا، كل اللي بيهمني حاليا يا دكتور انه ترجع طبيعية وتقوم بواجباتها. احكيني لشوف شو المشكلة. ما بعرف كيف بدي اشرح لك دكتور، ايه والله خجلان. ليش انت بتعرف الخجل سيد اسلام؟ القصة ما فيها دكتور انه الحرمة ما عم تشتهي. هاي مو مشكلة سيد اسلام، كل واحد منا ممكن من حين لآخر يفقد الشهية على الأكل. ولك مو أكل دكتور، مو أكل، المسألة أخطر من هيك بكتير، فكرتك رح تفهمها على الطاير. أنا دكتور مو نبي سيد إسلام، يا دكتور عم تفقد الشهية على الونسة. وهذا الشيء الخطير اللي شاغل بالك. أنا مو مشاني يا دكتور، مشانها هي، لأنه لما بتحرمني من الونسة بتلعنها الملائكة ليلا ونهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. مسكينة، إيه والله قلبي معها يا أخي. يسلم لي قلبك، شو رقيق. طيب طلع لبرا وخليني اكشف عليها. شو بتكشف ما تكشف دكتور؟ هذا الشي ما في منه يا أخي، تحكي معها وهي متسترة، وغير هيك بتترك الباب مفتوح. طيب طيب يا اسلام، عم تقول انها عم تتألم بالونسة؟ هاد مو سبب شرعي، مو سبب شرعي دكتور. عم بتقول ان الونسة بتسبب معها اكتئاب؟ كمان هاد مو سبب شرعي دكتور. عم تقول انه ما بتقدر تقوم بكل واجبات البيت وتنفذ رغباتك بنفس الوقت. قال رسول الله: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. عم بتقول انها حامل. قال رسول الله: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على كتب لم تمنعه. يعني وهي عم تولد دكتور. طيب شو هي الأسباب الشرعية؟ إذا كانت حائض أو في النفاس يعني مولد جديد، أو في صيام واجب. غير هيك إذا امتنعت عن الونسة تعتبر زوجة ناشز. شو بيصير إذا كانت ناشز؟ الناشز بنوعظها حتى يرجع عقلها لراسها. عم بتقول معلش وعظ ولا ونسة معك؟ وإذا ما استجابت بنهجرها. عم بتقول يا ريت تهجرها دكتور، فهمها إنه الهجر ما بيعني بس هجر بتختها. الهجر يعني ربطها بالتخت مثل ما بنربط الحمار بالمربط، وبعد ما نربطها بنرغمها. هيك قال معلمنا الطبري. العمى بقلبك العمى. وإذا ما استجابت بالهجر بنضربها. عم بتقول الضرب أشرف. وإذا ما نفع الضرب بنقطع عليها الإعانة ونبعتها لبيت أمها. يا سيدي موافقة على كل شيء. يا دكتور قصدناك تعمرها، قمت خربتها، شو هاد يا؟